مرحبا. وزعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا، طرق الوقاية منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له. وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الأيدي أو المياه أو تناول الأطعمة الملوثة، وتتسبب بإسهال حاد وقيء قد يؤدي إلى جفاف في الجسم. وبالنسبة لأعراض الكوليرا فهي العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين، التعب أو الضعف الشديد. ودعت وزارة الصحة كل من يشعر بهذه الأعراض التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو مركز رعاية صحية أولية. ومزيد من التفاصيل نطلع عليها مع رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري. أهلا بك دكتورة، كيف تتابعون في الوزارة الحالات وهل هي في تزايد؟ أي مناطق معرضة أكثر وما سبل الوقاية؟ يعطيكم العافية. نعم صحيح، الموضوع تتابع وزارة الصحة عن كثب كل ما يتعلق بالحالات وبوضع إذا بدك الوضع البيئي المحيط للحالات. بالنسبة لمرض الكوليرا بشكل عام والأمراض الإسهالات الحادة عادة، في ثلاث ركائز أساسية لازم الواحد ينتبه لهم لحتى نقدر نحد من انتشار هذه الأمراض. أولاً التثقيف الصحي للناس ليتعلموا حول النظافة الشخصية وكيفية الوقاية من هذه الأمراض وتحديداً الكوليرا. ثاني شغلة تأمين مياه سليمة يقدروا الناس يستخدموها إن كان للشرب أو لغسيل الخضار أو للاستعمال الشخصي. وثالث شغلة هي التخلص الآمن من النفايات السائلة. حالياً نحن في عنا فحوصات مخبرية اتخذت للحالات المخالطة للحالتين الأوليتين اللي سجل بحلبة، وحتى الآن صدرت بعض النتائج وعنا حوالي تقريبا 14 حالة إيجابية جديد مؤكدين بالزرع الجرثومي. نعم دكتورة، يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال انتشر الوباء أكثر؟ وهل المستشفيات الحكومية هي التي ستستقبل الحالات أيضا في حال الانتشار يعني؟ نعم بالفعل، نحن تم بتوجيهات من معالي الوزير تجهيز أو البدء بتجهيز 9 مستشفيات حكومية، بيناتهم مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى حلبة الحكومي بالدرجة الأولى، ونتابع بعض المستشفيات الأخرى التي ستكون مستشفيات مرجعية لاستقبال هذه الحالات في حال ازدياد الأعداد. رئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة عاتكة بري، شكرا جزيلا لك. ووزارة الصحة طلبت من المواطنين الراغبين بالاستفسار أو بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787.